الرابع والعشرين من نوفمبر 2017، استشهاد 311 مصلياً في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد. 12 من أكتوبر 2017، استشهاد 6 جنود في هجوم على نقطة أمنية بالعريش. في 11 من سبتمبر 2017، استشهاد 18 شرطياً في استهداف قافلة قرب مدينة العريش. في 7 من يوليو 2017، استشهاد 26 جندياً في نقطة تفتيش بمدينة رفح. في 20 من أكتوبر 2016، استشهاد 12 وإصابة 6 في استهداف حاجز أمني بمدينة بئر العبد. في 19 من مارس 2016، استشهاد 18 وإصابة 7 في هجوم على كمين حي الصفا. في 31 من أكتوبر 2015، مصرع 224 يمثلون ركاب الطائرة الروسية وطاقمها. في 24 من أكتوبر 2014، استشهاد 30 وإصابة 28 في هجوم على نقطة تفتيش بمنطقة كرم القواديس.